طب خليني أتحول مع حضرتك لأفغانستان، وتحذيرات أيضا من قبل الأمم المتحدة من جرائم الحرب المحتملة بالتزامن مع احتدام الصراع في أفغانستان، وتقارير مقلقة للغاية نصا كده كما جاء في تقارير الأمم المتحدة. الحقيقة عسكريا بنتكلم عن وتيرة سريعة جدا للعمل العسكري، تحديدا من مايو بعد بداية خروج القوات الأمريكية والأجنبية من أفغانستان. كيف تتابع أو تراقب المشهد يا سيادة العميد، وإلى أي مدى طريقة الخروج، على الرغم أن الخروج هينتهي في نهاية أغسطس، ولكن طريقة خروج القوات الأمريكية والأجنبية أدى إلى هذه الفوضى بوتيرة سريعة جدا كما يتم وصفها؟ أنا بشوف الحقيقة يعني من مراقبة الأحداث وما تدفعت إليه خلال عايزين نقول الأسابيع، لأن الأمر فعلا زي ما حضرتك وصفتيه في تسارع مثير للانتباه وللقلق بشكل كبير جدا. أنا بشوف إن طالبان استطاعت أن تنجح في مناورة كبيرة جدا قامت بها على الجانب الأمريكي أو تجاه الجانب الأمريكي وتجاه الحكومة الأفغانية اللي موجودة في كابول. طالبان ادعت أمام كلا الطرفين بأنها تكون ملتزمة بقواعد الانتقال السلمي للسلطة وللانخراط في الانتخابات، وأعطت تصميمات الحقيقة سرعان ما انقلبت عليها. أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية بتقع في نفس الخطأ المتكرر واللي جرى في أكثر من منطقة وفي بلد سابقة بخروج متعجل، لم تستطع طوال العشرين عاما الماضية اللي كانت متواجدة موجودة على الأراضي الأفغانية أن تصيغ وتبني عملية سياسية منضبطة أو عملية سياسية تستطيع أنها تحتوي الأطراف. طالبان لم تخلف الموعد ونجحت في هذه المناورة وبدأت تقوم بعمليات الإغارة والاكتساح، بنتكلم على مستوى ساعات، وتدخل إلى العواصم الولايات بتهاجمها بشكل مكثف جدا، بتستولي على النقاط الحكم الرئيسية في هذه الولايات. الكلام ده كله حدث خلال هذا الأسبوع اللي احنا موجودين، نتكلم عن 5 ولايات يا سيادة العميد في الشمال من 9 ولايات في غضون الأسابيع القليلة الماضية وبمنتهى السهولة كما هو واضح. يعني بالضبط، يعني هو ده اللي يؤشر ان كان هناك مناوره ابتدأتها طالبان وهي على يعني على هبه الاستعداد، كانت فقط تنتظر اشاره بدء سحب القوات الامريكيه ورفع ايد الاداره الامريكيه عن كابول وعن المناطق الاخرى حتى تقوم باكتساحها طالبان في استعاده مره اخرى لمشهد التسعينات. كل التقارير الامنيه الحقيقه بتشير بقلق كبير جدا ان احنا نعيد المشهد الافغاني لنقطه صفر وتكون افغانستان هي الملاذ الامن الكبير للجماعات الارهابيه مره اخرى. تحديدا هل هذا يهدد كمان الامن الدولي الى جانب انه تكون او تعود مره اخرى افغانستان للملاذ وحضن هذه العناصر الارهابيه، هل هذا ايضا يشير الى عوده طالبان للمشهد الارهابي الدولي مره اخرى؟ يعني ما فيش شك في ده، وتصديرها العناصر بالتالي. بالضبط، يعني تجربه ما قام به تنظيم القاعده اللي كان موجود يعيش على الاراضي الافغانيه في كنف وفي رعايه نظام طالبان قبل العام 2001، اعتقد جميعنا تابع وشاهد الشظايا التي خرجت من افغانستان قد ايه اثرت على منطقتنا العربيه في البدايه ودولنا العربيه، قد ايه اثرت على اوروبا، وصلت إلى ارتكاب عمليات إرهابية كبرى في قلب أفريقيا ووصولا حتى عبرت المحيط إلى نيويورك وارتكبت العملية الكبرى في أبراج التجارة. يعني الأمر أو ملف التهديد الإرهابي الحقيقة لا يبقى قابعا على الأرض التي تأويه أو تكون ملاذ آمن ليه، لا، المشهد بيتطور وبيتدافع. هذا القدر من الحماية اللي ممكن طالبان توفرها لتنظيمات جديدة قد تخرج من رحم القاعدة ومن رحم داعش إلى أن نشهد طبعات جديدة، وده اللي يثير القلق. لن يكون قابعا داخل حدود أفغانستان، هينتقل، وده أمر منطقي وأمر طبيعي، ويصير مرة أخرى
سلاح الإرهاب هو سلاح الابتزاز، سلاح الطاقي، إثارة قدر من التدمير، تبدأ القوى الدولية أو أطراف من القوى الدولية تراهن عليه، تراهن على هذا الإرهاب بأنه يحقق لها مصالح سياسية لم تستطع تحقيقها على أرض الواقع بالسياسة وبمساحات النفوذ، بتستخدم الإرهاب. كل دي مؤشرات الحقيقة أصبحت قيد البحث منذ أن انطلق طالبان تستولي على الأراضي الأفغانية مرة أخرى. شكرك، شكرا جزيلا سيد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.